يا نعيش معك بحلا يا حياتي بحلا ديما معاك وديما كانت بيضة ولا كحلا ديما معاك وديما كانت عاش على الصبر عقوبه اللي حرق Yeah, man, it's been
بونسوار بونسوار ا توتي ا توس. الزول في الاول يتما يسمى الزول قران. مرحبا اسوين اسا بيان سور 1 نوفمبر سي اون دات هيستوريك لا ديكلونشمون دو لا لوت بور لا ليبراسيون ناسيونال. هذه وحده. ثانيه يا اوسي هالوين فزافي جو سويت فيزيو سويت هيير اون بون فيت دو هالوين. دونك مازالت الناس معيدة بالوين، شرينا الحلوى مدينا للولاد، الولاد من الصباح هما طالعين هابطين، مازال الحلوى اللي يحب الحلوى مرحبا بيه، فوالا مازالت الحلوى غير هي، فوالا. ألوغ، بور سوكي دو، بور سوكي دو سيت بخومييغ فيديو دو سيت جورني، أون فا باغلي سور أن سوجي كي ما إيتي، كي ما إيتي، بروبوزي باغ دي زامي، جو في أون أون باغلي رابيدمون. Avant ça, je voudrais partager avec vous, comme d'habitude, mes chers amis, un café, hein, voilà. Welcome, sahal kawannoun, sahal kawitkoum, bon café à ceux qui sont en train de boire un café en ce moment. 1er novembre, il est presque 18h49. Voilà, sur ma montre, 18h49. Allez. قبل هذا الناس بزاف اللي بعثوا لي هضرنا البارح على المشكله نتاع واش راهو صاري في فلسطين. 90% نتاع الناس اللي كتبوا لي اون بارطاج باسكو الناس اللي يتبعوا فيا عندهم لا ميم ايديولوجي كيما انا. كالكو هكا بوسيير كالكو بوسيير يعني شويه واحد زوج ثلاثه اللي ماهمش فاهمين. واللي حتى واحد يقول لي انت راك علماني، انت راك علماني واش دخلك فينا حنا المسلمين. هذا السيد هذا انا رجعت عليه وكنت قلت له، قلت له نهار كي تعرف واش هو العلماني الوقت هذاك دوك تلقى الجواب، دوك تلقى الجواب وعلاش علاه ندخل انا مادام انا علماني وعلاه ندخل. الوغ عندك بزاف الناس اللي قدام الخطره يقولوا لي بين وجهك، نعتلنا وجهك، اعطينا تصويرتك، اعطينا من انا قدام الخطره نجاوب. كانوا بنات ودي فام الحق يمون دوموندي يبعث لهم. فوالا دونك الناس هذو الرجال اللي يبعثوا لي يقولوا لي اعطينا لي فوالا فوتو نتاعك ولا نعتلنا وجهك، جو سي با واش ديروا بيها. والله جو سي با. اذا راكم بنات وحاطين بروفيل تاع رجال قولوا لي نبعث لكم، با توسي قادر حتى نتلاقى معكم، ما كان حتى مشكل. فوالا نكتب كيما كتبت لكم، مي اذا راكم رجال ما عندها حتى معنى. واحد يقول لي اذا راك في حل، يا ولدي انت جيت لشاوي تقول له راك في حل ولا انت واش بيك هذا؟ انت ما شربتش الدواء نتاعك ولا؟ الله يا سيدي، نعت وجهك كي راك في حل واش راح دير؟ كيفاش تو افير يعني نعت لك وجهي والله اللي تلاقيت معاك واش راح دير معاك؟ ما تنجم دير خلاص، او كونترير تولي تبكي كي المراه ولا المراه خير منك. النساء خير منك. الي دونك واش راح هادو هما الناس اللي بعثوا لي. واحد قال لو كان جا اليوم عايش بومدين والقدافي وصدام حسين وما نعرف شكون هو، واش راح يصرى؟ واش راح يصرى؟ ما يصرى والو، يصرى كيما جحا. تعرفوا القصه تاع جحا؟ نقول لكم القصه تاع جحا. جحا واحد النهار قالوا له ما عرفوش طلع لنا الفوق باش تجيب لنا واحد السجره، كي كان في واحد السجره ما نعرفوش باش يطلع الفوق يجيب لهم، كي جاي يطلع قالوا نحي نحي صباطك، نحى صباطو وطلع للسجره، كي طلع هبط ما لقاش صباطو، قال لهم شوفوا انا نقول لكم دون 5 مينيت، دون 5 مينيت لو كان ما تجيبوش الصباط، والله قال لهم والله 3 فوا، يا غير شوف ندير فيكم واش دار بابا في في في, في الناس اخرين اللي داولوا صباطو. يبان اخرين قال لك بي شحال هذا مادام هددنا يا ولدي يا قال له غير يعطيو الصباط. راحوا جابوا له الصباط تاعو هاك صدر سي شحال. من بعد قالوا له يا سي شحال هذاك عطيناك صباط كي رحم والدي قلنا برك واش راح دير؟ قال لهم ندير كيما دار بابا. ايه قال لهم كيفاه؟ كيفاه دار باباك؟ يبان قال لهم بابا ولا قال لهم يا في الامان وراح شرى صباط. حتى الناس هادو يكون بومدين، يكون 20 بومدين، ويكون 20 صدام حسين، ويكون 20 القدافي، ومهابيل هذو، ديكتاتور مهابيل الله يرحمهم على كل حال.
واش راح واش تحبوا نتوما بومدين وما مات كيما قال واحد مسكين الله يرحمه على كل حال. مي عجبتكم الموت نتاع قدافي؟ عجبكم الموت تاع صدام؟ عجبتكم ضحاو عليه نهار العيد؟ ها عجبكم هذه؟ حبيتوا الناس كل ديرهم كيما هكذا ولا ما يبرش قلبكم؟ واش راح يديروا يعني على حسابكم نتوما؟ واش يقدروا يديروا؟ فهموني. كان وحده قبيل كتبت لي وهيبه وقيله ما عرفتش شكون هي وهيبه هذه، قالت لي حنا الجزائر قادرين نرازيو واش يقولوا اسرائيل. يا الاخت وهيبه، انا الجيش انا نعرفهم، كيش تيجي تعرفيه الجيش تاعنا؟ انا اللي نعرف، فهمتي؟ حنا تغلبنا على الارهاب اللي ما يغلب اللي ما ينجملو حتى واحد اليوم، عياو ينجملو لي بيسونس دي موند، عياو ينجمو الارهاب هذا. تغلبنا عليه حنا بفضل الجيش الوطني الشعبي ولاد الرجال الفحوله والولاد ولا كيف اسمو من بينهم كل اسلاك الامن، ها ولاد الفحول ولاد الرجال ولاد الشعب الفحوله، تغلبنا على الارهاب. بصح يا الاخت وهيبه يرحم والديك، غير سي با لا بان نقول لهم سي با لا بان يرازيو اسرائيل من فضلك، غير يخليهم يعيشوا مساكن برك، يرحم والديك سي فو بلي. الي روحوا ايه كان ما نساش، كان واحد السيد زاد ما بوزي ان كيستيون، قال لي علاش في بلاد القبائل ما قاسهمش الارهاب؟ راك غلط يا خويا، راك غلط، حتى في بلاد القبائل قاسهم الارهاب. وحنا الشاويه علاه ما قاسناش الارهاب؟ على قولك انت، علاش حنا الشاويه سيرتو في خنشله حنا الارهاب ما قاسناش؟ كلحونا وقيله 3 فوا، اذا ما كذبنيش ربي 3 فوا 2 3 3 فوا كلحونا 3 فوا. بصح قضينا عليه، ما كانش ما كان دبانه ما دارش، دبانه ما دارتش، وعلى هذاك خنشله سموها مدينه السلام. ملا حتى حنا ملا كيفاش الارهاب كانت عندنا، ويجيو من تبسه ويجيو من باتنا ويجيو من الواد ومن واد سوف ومن البواغي ومن الناس، تعرف باللي كان الارهاب ودار حال الارهاب دار بارتو. الناس تاع عين شجره في عين بيضاء يشفاو واش كاين في باتنا؟ كيف كيف على في باتنا ما كانش الارهاب؟ في باتنا داروا مجازر، داروا مجازر كبار، شفتوا لي ما كانش الارهاب. بلاد القبائل، بلاد القبائل بوركوا؟ باسكو كيما قلت انت بعد عندك الحق قلتها، بلاد اللي كابيل فحوله ورجال، خاطرش غدوا اللي كي تكاس واحد ولا تكاسوا منا ولا منا، كيف اسمو كل يثاروا كيما راه مثاروا وثاروا، وكانوا كامل في الجبل، ما شفتهمش لي باتريوت والناس هذوك اللي كانوا في الجبل كامل. ما اذا تحب نعتهم لك قول لي، زيد اكتب لي نعت لك الفحوله اللي كانوا هازين السلاح ويجروا في عقاب الارهابيين في الجبل، باش يكون في علمك في الجبل اللي يجري وراهم. اذا انت ما تعرفش ولا ما كنتش على بالكش ولا من، انا نعت لك، انا نقول لك. الي روحوا لهذا، روحوا كيف اسمو السوجي نتاعنا. قال لي على حساب الاخر لا كيسيون الاخر نتاع واحد، قال لي كيفاش في التسعينات الجزائر الجزائريين فوتاو، فوتاو على كيف اسمو فوتاو على الفيس وهما دواعش. شوف هذه كيسيون مليحه وما ايتي بوزي با بليزيور، ماشي غير انت، بليزيور الناس اللي قالوا لي وقيل جا بغيت اليوم انايا جي فولي اليوم نريبوندي لك انت وللناس اللي كتبوا لي في الفايت على هذه القضيه هذه. شوف سهل اليوم على لاكتويل درك درك بعد لو كان نديرو انتخابات نزيهة وشفافة، تبع مليح في الجزائر، ويشاركوا فيها الإسلاميين، يجيبوا حتى نتاع الفيس، يا أخي نتاع الفيس ذبحوا ناس، يا أخي قتلوا ناس، يا أخي داروا الشي اللي ما داروش هتلر داروه هما، الشي اللي ما داروش هتلر داروه هما، جيا وجي اس بي سي والاياس والفيدا ومنا، هذا نهضر لك هذا الرسمي، ما تهضرليش هضره هذوك اللي كيما خرجوا لنا كي تيو كي وهذه والجيا دارتها الدوله ولا والجي اس بي سي اخترقوه الدوله وحكايات شحال هذو. انا من كان تهضر نهضر معاك هضره رسميه. هذو داروا الشيء اللي ما داروش هتلر. اليوم لو كان نديروا انتخابات نزيهه وشفافه ويشاركوا فيها الاسلاميين نتاع الفيس نتاع النهضه نتاع الحماس هذو حمص هذو ونتاع هذاك وجه الفار هذاك ما كيسمو من قرينا ولا من فارينا ولا ما عرف واش، ها وبزاف الاسلاميين هذو يشاركوا في الانتخابات. انا نقول لك لو كان نديروها
انتخابات نزيهه وشفافه، باسكو الانتخابات اللي درناهم كل ما كيمهمش ما كانش. انا ترافيكيت انتخابات، انا ترافيكيت انتخابات. علاش؟ باش ما يخرجوش الدواعش، باش ما يخرجوش الفيس دواعش ولا النهضه دواعش والاخر هذو. انا جي ترافيكي لي زيليكسيون. الوغ اذا ما ترافيكيوش، اذا ما ترافيكيوش، انا نقول لك من درك اليوم نديرو انتخابات يفوزو هما. الاول اللي يفوز هو الفيس، يكون يخليوه يشارك يديها ثاني 100% 100%. اذا ماهوش فيس يديها جماعه حماس، اذا ما مش جماعه حماس يديوها النهضه. على كل حال اللي جا باسم الاسلاميين يفوتيو عليه، يفوتيو عليه. غتقولي علاش؟ عندهم بروغرام هذو جماعه اللي عندها تاع الفيس وهذو الاسلاميين، ما عندهم حتى بروغرام، ما عندهم اوكين بروغرام. هما علاه الناس علاه الناس كيما يقول واحد يفوتيو معاهم. قبل ما نقولك علاه الناس يفوتيو معاهم، لو كان نروحوا لتونس ثاني، تونس اليوم، تونس اليوم لو كان غدوه يديروا انتخابات وتشارك النهضه، تديها النهضه، تديها النهضه ثاني اولما. راح تقولي اختلفتها النهضه خرج دوزيام، هما اللي حبوا يخرجوا دوزيام، هما اللي ما حبوش يخرجوا يديو 100%. لو كان يحبوا يديو في 100 يديو 100%. لو كان نروحوا للمغرب ويفوتيو الناس كيف كيف، اللي يخليو هادو الاسلاميين يشاركوا وما يكونش فيها ترافيك وما يكونوا، هما الاسلاميين يخرجوا الاولين. لو كان نروحوا لمصر، لو كان يديروا انتخابات نزيهه وشفافه، يديوها الاسلاميين الذباحين، هما يفوتيو عليهم ويخرجوا هما الاولين. ليبيا كيف كيف، وين كاين بلد وبلاد اللي يتاجروا بالدين، ها هما اللي يديوها. قداش علاش دوك نحمو لديك ايماجينون في فرنسا، ايماجينون في فرنسا غدوه نديرو بارتي كريتيان، ان بارتي كريتيان، فو كرواي بلي يفوتيو كل على البارتي كريتيان؟ نو، ما يفوتيوش. نديرو بارتي اسلاميست يدي زيرو، يدي والو. على واش؟ باسكو لي فرونسي سون دي انتيليكتويل، فهمتو؟ ناس 90% ولا 70% كلهم يقراو ويعرفوا ويديروا. يمكن نجيب واحد انا تاع الدين يكوموندي فيا الواش ولا يسيرني الواش، كان مفوتش عليه. هو يفوتي على البروغرام، يقول لك اعطيني البروغرام. كيف كيف تروح للمريكان، تروح لبلجيك، تروح لايطالي، هادو ناس المستوى نتاعهم عالي بزاف، ماهوش كيما نتاعنا حنا. حنا المستوى نتاعنا مدني. يا مش كي تشوف ها البرلمان، برلمانيين يا صاحبي، بس روح شوف تاع ديبيوتي في فرنسا، روح شوف نتا ديبيوتي في الامريكان، روح شوف نتا ديبيوتي، فهمت؟ يقرر الرئيس نتاع الجمهوريه، يقرر نتاعنا حنا. يغني لك واش يقولوا، خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سيعود اون 2023. شتو المناجهه المستوى كيفاش؟ دونك هذا الناس الشعب مسكين هذا رايح فيها خلاص، ديروا له لاباج سيرفو، واش يجيبوا له؟ النسخه ربي قال والرسول قال، يفوتيو معاهم كل، يفوتيو معاهم كل باش ينتهوا منهم. حتى الناس اللي ما تصليش تفوتي معاهم. وصرات في التسعينات، كانوا ناس سرالقه، كانوا ناس مش غير يشربوا، نعرفهم انا، نعرفهم انا صحابي، نعرفهم انا صحابي، ما مش يشربوا برك، كانوا هما اللي يقفلوا التبرنه. علاش شو يقفلوا التبرنه؟ والله 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 يقفلها ذراع كي يخبط اذا ما يشوف فيها والو، يخرجوا الناس وهو اللي يقفل الباب تاعو باش واحد ما يخرج. علاش؟ باسكو خابط رايح فيها خلاص، ضرب ربع كاجوات ولا خمسه عاد ما يضويش. انا نجي قدامه ما يعرفنيش، انا نجي قدامه ما يعرفنيش، وكي تلقاني غدوه اهلا واش راك صافا واش صافا، نقولو صافا ما حتى حتى واش صرا البارح ما على بالوش، هو راه دار واش دار. هذوك وفوتاو فيس، هذا كان مومبر دي فيس، نعم مومبر دي فيس، نعم ابن عمو كل دا فيس. دونك هما لو كان غدوة كيما قلت انا دوكا اليوم الاخوان التوانسة كان رايحين غير تزيدوا تجيبوا النهضة وتروحوا ديروا انتخابات، كنتو تخليهم يحكموا الحكم وخلاص، ما كان لا تزيدوا تخسروا الصوات كيما حنا ثاني. احنا رايحين نخسروا صوار الانتخابات هذه، انت
الانتخابات راح تكون زوج حوايج، تكون تروكي باسكو راح يديوها جماعه هذا ماشي تبون وجماعته، ولا جماعه تاع لي اسلاميست هما اللي يجيو يديوها. عندنا زوج حوايج في هذا البلدان تاع اللي عيطوا لهم البلدان العربيه والمسلمه ولا ما نعرف واش، عندنا زوج حوايج يلعبوا عليهم يلعبوا ويتمسخروا بالشعب، واش هما؟ الماضي الثوري ها الدين نتاع الماضي الثوري يبداو لهم واحد كيما قاعدين يديروا يابس. شتو يابس في البرلمان ولا لا؟ شتو يابس ولا لا؟ هذا كامل شتو كومباني الكترال، هذا ما كان يحيى عمي تبون، يحيى عمي تبون شجاع يعطيه الصحه وكذا، هذا كامل لو مش مع فلسطين اوليهم هما برك، اوليهم هما برك، هذا هو. ولا يجبد لك على الثوره كيما اليوم 1 نوفمبر وخرجنا فرنسا وتحيا الجزائر وبوكيت فلور ويديروا قسما وكذا، ومنا منا هذه هي اللي يلعبوا عليها هما ويديروا عواطف الشعب. الوغ كو نورمالمون لو كان جاو الناس كيما هذه تاع الماضي الثوري الفيتنام اللي ضربوه ما عرف كيفاش بهيروشيما ولا ما نعرف باش ضربوه، وعمرو ما يهضر على هذا الفكير صحيح طبق صحيح دوكا يا اخي يخدموا على ارواحهم راهم قاعدين يعيشوا ترونكيل الناس كل سواسيه. ما يجبد لك لا ضربوهم بهيروشيما، ما يجبد لك لا ضربوهم بالطيارات نتاع ما على باليش. شكون اللي بقى اليوم، شكون اللي بقى اليوم يهضر على قداه حرب عالميه كانت؟ دو غير مونديال، دو غير مونديال. والله لا تلقى ام بي يهضر على الماضي الثوري كيما الجزائري، كانش بورتون كانوا دو كار مونديال. وزيد المشكل وين هو؟ المشكل اللي الناس ما على بالهمش. علاش انا باكزومبل يقول لك اسمع الدرابو هذا موش تاعنا، احنا عندنا درابو بلو بلون روج، هذو الناس مساكن ما لهمهمش الناس هذو مساكن. خاطر على واش يدريو هما؟ واش يدريو هما؟ يدريو باللي احنا كنا قاعدين في الجزائر. تبعوني بلاه باش تفهموا، احنا قاعدين في الجزائر، انا الوقت هذاك ما زدتش على كل حال، الجزائريين قاعدين وفرنسا جات استعمرتهم، فوالا دخلت عليهم فرنسا. واش داروا هما؟ ثاروا سيدنا لك هجموا على فرنسا خرجوها. ها واش يقولوا لك هما هاد الناس هادو مساكن؟ ها واش يقراو؟ ها واش ما على بالهمش؟ علاش؟ باسكو ليستواغ ايتي تخوكي، قراو لهم حوايج فالسيفيي تخوكي، فهمتوا؟ هذا هو اللي قراو هو وحنا والعدو الفرنسي وفرنسا والخبثاء وجاو وداروا والحمد لله تغلبنا عليهم حنايا وروح. اليوم يهضروا غير على فرنسا، في الامان في الامان، ما على بالهمش باللي الجزائر ولا ورانا دركا سميها الجزائر سميها مزغنا سميها واش بغيت، ما بداتش في 54، ما بديناش في 54 ضربوا هذاك بلو بلون روج هذاك، ما بديناش به في 54، هذاك داروه في 54 ضربوا هذاك مي هذا قبلوا. ارجع حتى يجيو بني عمك وكيف اسمه لخوالك وجدودك العرب اللي جاو اون 500 كالك وحاربناهم ومات اللي مات ودار اللي دار، ومن بعد روح الماسينيسا واللي حارب كيف اسمه ويوغرطا وروح من هذوك اللي حاربوا بزاف كيف اسمهم الروم وكما يقولوا هما والبيزنطيين والاتراك. ديجا فرنسا واش استعمرت؟ ما استعمرتناش حنا كي جات فرنسا او 1830، اسكو لقاو الجزائريين قاعدين لقاو ستبون ولا لقاو بوتفليقه ولا واش بيكم نتوما؟ روحوا تقراوا ابن عمي، ثقفوا رواحكم، ما يتمسخروش بيكم. انا كي عقبت خطره نشفع عليها سيتي ما عرفتش من عام، عقبت كونكور تاع الانسبكتور دو بوليس، عطاولي هذا، عطاولنا هذا الاخر قصه المروحه. شكون هو اللي قيس المروحه؟ جزائريين اللي داروا قيس المروحه؟ بومدين ولا بوتفليقه ولا شكون هو؟ يا مطرات سو دي تيرك، هما اللي كانوا حاكمين
المهمين هما اللي تقابلوا مع الدايد هذا تاع الترك هذا اللي كان تقابل مع السفير تاع فرنسا ضربوا بالمروحه هذيك وعلاه هما جاوا دخلوا عليه دخلوا هما دخلوا على الاستعمار. ويب هذه هي القصه. حنا قبل هادشي هذا كنا بكري خلاص كنا كيما قال واحد الجزائر حاربت وحاربت وحاربت. علاش ما نهضروش على الشهداء نتاع ديهيا ونتاع ماسينيسا ويوغرطا وهذوك اللي ماتوا هذوك ماهم شهداء هذوك خاتينا الشهداء غير كي ولي غير كي جاو العرب دخلونا الاسلام ولينا الوقت هذاك اللي موتي ولي شهيد. الباقي نو الباقي اللي دافع على وطنه ماهوش شهيد هذاك مات كلب هذاك مات كلب هذاك عندك غير كي دخلنا كي جاو هذو لي كونيزاتور المستعمرين العرب وقتلوا وذبحوا الناس واغتصبوا النساء ودار واش كيما دير داعش اكثر ما دير داعش اليوم الوقت هذا نوليو حنا كي حاربنا من بعد فرنسا ولينا شهداء ولينا مي قبل مانا شهداء نو 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 واحد كي يدافع على باب بلادو هو الشهيد. الشهيد هو اللي لازم يدافع على الاسلام هذاك هو. ما انا نقول لكم يا ناس ربي سبحانه عز وجل ما قالكمش دافعوا على الاسلام وما يقولكمش دافعوا على الاسلام ما يقولكمش علاش باسكو ان الله على كل شيء قدير. On peut pas être puissant que le tout puissant peut pas. نقدروش نقدر نحامي على جاري انايا جاري لو كان تصير له حاجه كنت نحامي عليه نقدر نحامي على واحد واحد يحامي عليا وي في بعضنا وي مي المهبول هو اللي يقول نحامي انا على ربي ولا نحامي انا على الاسلام ولا نحامي على هذه التوراة ولا على الانجيل تاع التوراة تاع الانجيل تاع الاسلام تاعي نتاعنا حنا تاع الجزائريين كي هبط من عند ربي مكتوب فيه هذا السي هذا راه للجزائريين على هذاك انتم كي تقراوا في القران واعدوا لهم كل ما استطعتم من قوه ترهبون بها عدوكم وعدو الله يسمى يهضر معنا حنا كجزائريين يهضر معنا حنا باش حنا نروحو دوكا نهزو السلاح ونروحو نقاتلو ربي نا با بيزوان دو توا إن با بيزوان إن ميم با بيزوان حتى باليوم شكون هما اليوم لا بريمير بويسونس دي موند الماريكان والله لا على بالو بيهم والله لا على بالو بيهم خلاص والله لو كان حين يحب يصفيهم بيهم بالسلاح نتاعهم بيهم بالصواريخ نتاعهم بيهم واش طلعوا القمر يصفيهم ربي سبحانه عز وجل وحدين جبلو إنا با بزوان بدا نتخ هما باش يقولوا ارواح انت تدافع على بلادك اليوم علاش حنا نقولوا الفلسطينيين اليوم مساكن الفلسطينيين يدافعوا على بلادهم فلسطينيين بصح تاع حماس هادو ما يدافعوش على بلادهم حابين كيما قال واحد يدافعوا على الاسلام وحابين ينحيوا اليهود من الطريق هما وحزب الشيطان وهذو الايرانيين دوك نولي عليها ان شاء الله من بعد ان شاء الله هادو ماهمش يدافعوا على فلسطين قالك لا قالك حنا فلسطين ما تهمناش قالك حنا رانا نحبوا ننصروا الاسلام شتو لا ديفيرونس اللي كاينه دونك يا ناس اللي قلتوا لي وعلاش اليوم يفوطيو انا نقول لكم باللي لو كان نعاودوا نفس الشيء الاف المرات يديوها الاسلاميين قولوا لي واش هو الحل الحل سهل الحل ماهوش الاسلام اللي قالكم الحل الاسلام او ارهابي هذاك اللي يقول لكم الاسلام هو الحل راهو ارهابي كيما المسيحيين اللي يقولوا المسيحيه هي الحل حتى هذوك ارهابيين علاش حتى هذوك كانوا ينحيو في دماغين بعضاهم على جد الدين الكريتيان يقتل الكاثوليك الكاثوليك يقتل البروتستان البروتستان وروحوا ينحيو في دماغين بعضاهم على جد الدين دونك ارهابيين واش هما لقاو الحل واش هو الحل؟ قال الحب سيف نديرو العلمانية لا لايسيتي وكان بعض إغيالا حاشاكم الدواب والدواب خير منهم اللي ما يعرفش حتى ميم با كاسكو سا فيدير علماني كيما واحد يكتب لي يقول لي انت راك علمانية ما تهضرش على المسلمين ما على بالوش باللي العلماني راهو مسلم حتى هو يقدر يكون مسلم يقدر يكون مسيحي يقدر يكون يتبع الدين اليهودية وعلماني العلماني ماهوش
ملحد ما يصلح ما يعترفش بربي وما يعترفش ب... لا استغفر الله، انا نعترف بربي سبحانه وعز وجل ونصلي ونخاف ربي ونصوم، بصح انا معتدل، انا نقول بلي راني مسلم ونقدر نكون مسيحي ونقدر نتبع الديانه اليهوديه ونقدر كيك وين كان الدين تاع ربي سبحانه وعز وجل نتبعو. عندك الدين لي ما يديرش العنف، انا لو كان نلقى صوره تقول اقتلوا هذيك ما تبقاش يا اخويا، انا ما تبقاش هذا ما. انا نقول بلي هذه الصوره هذه ماهوش ربي اللي دارها، داروها الناس اللي كتبت هذيك خطاش خطاها القران. اسكو القران هذا ان كانوا ناس يحسبوا القران هذا جا هابط من السماء هكا وهما راحوا يجريوا لقاوه بداو يقراوا فيه وروحوا لا 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 كتبوه الناس كيما حنا، كيما اللي كتبوا الانجيل، كيما اللي كتبوا التوراة، سي سون دي جو دي زيت هومان اللي كتبوه، ولي زيت هومان قادرين يزيدوا قادرين ينقصوا. فوالا دونك انا نلقى حبوا بعضاكم خاويو بعضاكم ديروا الخير ما ديروش الشر، هذه كامله نتبعها ونقول ربي اللي قالها. بصح كي تقول لي يا ولد عمي روح ذبح ناس ولا لن يرضى عليك اليهود والنصارى حتى تتبعوا ملتي هم، هذه ما نتبعهاش. علاه ما نتبعهاش؟ باسكو انا عندي مخ نخمم به، انا اذا ربي سبحانه قال لنا هكذا هذا ربي نتاعنا، دونك ماهوش ربي نتاع الاخرين، ما يقدرش يكون ضد الاخرين. كيفاش يكون ضد الاخرين رب العالمين؟ راح تقول لي رب العالمين ضد الاخرين باسكو راهم كفار وراهم لو كان عينو ما يخلقهمش لو كان عينو الكفار هذو ما يخلقهمش ربي سبحانه وعز وجل ما خلقهم. ها هو عندنا احنا مسلمين عندنا فينا كفار وعندنا فينا حتى اللي داروا اكثر من الكفار، بصح ربي خلاه. علاش؟ باسكو كاين يوم الحساب كما يقول الانسان. شنو الديفيرونس بيني وبينكم؟ انا مانيش اسلاميست، انا شوي مسلمان لايك. لا لايسيتي هي واش؟ لا لايسيتي هي اللي تحافظ على الدين، ما تخليش الدين يتمسخروا به الناس هادو باش يوصلوا للحكم، ما تخليهمش. الدين تحافظ عليه، لا لايسيتي هي اللي تحافظ عليه. يقول لك اسمع الدين سي كوا؟ الدين هو تعبد ربي وتصلي ودير الخير، ها هو الدين. ماهوش الدين تروح تقتل به الناس، لا هذاك ارهاب، هذاك سي فوزيت ان كريمينال، هذاك انت تشوهت الدين كيما راهم يديروا درك. قالك حقا علاش الاخرين كي يقتلوا هذو اليهود والاخرين كي يقتلوا ما تقولهمش عليهم ارهابيين، وحنا لي اسلاميست كي نقتلوا حنا نقولوا علينا ارهابيين. اي با سهل، انا ما شفتش اليهود يتيريوا على الفلسطينيين ويقولوا ما عرف نتاعهم هذاك شالوم ولا يقولوا حاجه، خلينا من هذا شالوم يقولوا حاجه نتاع الدين تاعهم. جامي يجبدوا الدين تاعهم، جامي يجبدوا الدين تاعهم، جامي عمرهم ما يجبدوا الدين تاعهم. ولا المسيحيين، حتى المسيحيين وعندهم لوطون، هذا لوطون كامل كاع المسيحيين، غير الاتراك برك اللي فيهم شويه مش حنا في كل المسيحيين. لوطون كي بومبارد العراق بومبارده باسم المسيحيه؟ نو، مي حنا رانا نذبحوا باسم الدين، رانا نذبحوا باسم الاسلام. حنا رانا توصلنا حتى يغتصبوا النساء باسم الاسلام، وعلى هذاك شوهتوا الاسلام. انتوما اللي شوهتوا الاسلام، واش الاسلام اللي انتوما اللي شوهتوا. دونك الحل هو لازمنا هاد الاسلاميين هذو، وكان جيت انا رئيس تاع الجمهوريه كانش مشي، روح دير بارتي بوليتيك، جيب لي البروغرام تاعك بوليتيك وروح، جيب لي النسخه ونقول لك روح للجامع، روح تصلي بها عليه امشي. ما عنديش هنا النسخه في الاخر، حنا نديرو السياسه هنا، ما نديروش الدين. لا عندك كاينه حاجه، اذا تحب انت تبريزونتي الدين معليش، بصح افيك كونديسيون اون سول، جيب لي بلي ربي فوضك تهضر باسم الدين، جيب لي اخويا. خاطرش الدين اذا نتاعك وي، اذا الدين تاع واحد من الجماعه يعطيك اوتوريزاسيون، قال لك انت محمد انت تبريزونتي الدين. بصح اذا ما عطاكش ربي سبحانه ما تقدرش انت تبريزونتي الدين. كيما قلتها للكريتيان كيف المسيحيين، قلت لهم هذا نتاعكم هذا الباب هذا ما يمثلش لي الكريتيان. قال كيفاش ما يمثلش لي الكريتيان؟ راهو هو اللي كيما اسمه فوطاو عليه. ايه فوطاو عليه، هو يمثل الناس اللي فوطات عليه، هذوك المسيحيين اللي فوطاو عليهم يمثلهم هما، يروح يشوفهم كيما كان ديار، كيش ما كان ماكله، كيش ما كان كيروح باكزومبل يدير اجتماعات مع المسلمين، هو اللي ريبريزونتيهم. هذاك وي عندكم الحق، بصح المسيحيه ما يقدرش محال.
فوالا بوركوا لازمنا تو سويت لازمنا نحيو هاد الناس هادو ويروحوا يديروا احزاب سياسيه ويجيو الساعه تولي الساعه شفافيه اللي عندوش بروغرام مليح يفوطيو عليه. هذا ما كان مي باش تبقى انت تجيني هاو بريمي نوفمبر هاو ما نعرفوش هو بريمي نوفمبر انت تهضر باسم بريمي نوفمبر بريمي نوفمبر تاع الجزائريين الكل انت جات تهضر لي بالدين لا الدين انت انت اللي تريبريزونتي انت باش كنت شكون اللي قال لك دير بحسب اسم الدين باش تدير دابور انا مسلم قلت لك انا ما قلتلكش خلاص ما قلتلكش خلاص وانتوما اذا هادو الاسلاميين اذا هما اللي راح يحكموا انا نقول لكم يفوض ينعيطوا نتنياهو يحكم فينا وما يحكموش هما فوالا دونك بيتيت راكم فهمتوا واش كنت نقول من بعد ان شاء الله نزيدو بيتيت نرجعو سيور نوتر فيديو نقول لكم قيم دير هنا اتوتالور.